الزميل، تتكلموا على سوريا الدهماني، تتكلموا على بوران بسيس، تتكلموا بالأخص على زميلتنا شذاب الحاج مبارك اللي تتعرض لمظلمة قضائية تاريخية، ونتكلم على عشرات من المواطنين اللي ما نعرفوهمش واللي غير معروفين لكن موقفين على خلفية المرسومة 54، موقفين على خاطر قلق السلطة السياسية. وكل عادة التهمة الغريبة العجيبة والحاضرة اتيان أمر موحش فيه رئيس الجمهورية. نتكلم أيضا على كل الصحفيين الذين سيصبحوا في وضع صراح شرطي. رأوا بال 54 الشعب التونسي كل أصبح في صراح شرطي، وبالرغم من ذلك تصر هذه الهيئة على تخويفنا بال 54، على تخويفنا بالقانون الانتخابي. ما نقول لهم تحبوا تدخلونا الحبوسات دخلونا. الحرية الحرية للصحافة التونسية، الحرية الحرية للصحافة التونسية، الحرية الحرية للصحافة التونسية. يسقط يسقط المرسوم، يسقط يسقط المرسوم، يسقط يسقط المرسوم، يسقط يسقط المرسوم، يسقط يسقط المرسوم.